عليكم، كديرين بخير، لاباس عليكم، هانيين، كلشي كاع لاباس، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. ياك نتوما كاع لاباس، الحمد لله على سلامتكم وعلى سلامة المغاربه فين ما كانوا. الحمد لله بعدا مني من بنادم كيخرج وغان شاء الله نشوفوا الحباب، ولكن والكمامه وبالتعقيم والغسيل كيف العاده، باش لينا وليكم ولحبابنا كلهم يكونوا بخير وعلى خير. ياك نتوما بعدا بخير، لاباس عليكم، هاني كنشكركم كلكم الحباب والناس اللي دخلوا عندي القناه وكاع المتابعين. كنشكركم بزاف بزاف والله الا كنشكركم من قلبي. الله يحفظكم ليا والله يطول لي عمركم والله يسهل كاع على البنيات. وكنقول لكم واحد خطا عندي، باش نقول لكم شنقول لكم، عذروني لحقاش ماشي العائله كلها، حيت العائله كاينه غير شويه شويه شويه. في داك الفيديو اللي داز ديال العرس اللي لحقت لكم التصاور ديالو ديال الذكريات ديالي، الله يحفظكم ليا وشكرا على ديك الكلمات الزوينين وعلى الكومونتيرات الزوينين. الله يكبر بكم الله يطول لي عمركم والله الا فرحت بزاف ملي دخلوا عندي الناس بزاف وباركوا ليا بحال الله عدي العرس داتني انا قدر الحمد لله. وداك الشيء اللي كان داك الشيء بكري كان الناس العاده بالسيمانه بالسبع ايام بالعشر ايام، كاين اللي بشهر هو العرس بادي والله الا بشهر. دابا بنادم كله وقته كله وجيلو كله بنادم، علاش قد هذا الشيء اللي كاين؟ حتى حاجه ما سهله، العرس راه ماشي سهل والله الا ماشي سهل. الله يسهل على الجميع يا ربي، الله يجيب الله يجيب اللي بالخير. هذا الشيء اللي كاين وهذوك العرس اللي كتشوفوا، حيت جيت نعرض على العائله كلها، حنا غير خدينا شويه شويه على العائله كلها بزاف تبارك الله، غير المايل البلاد راه خصهم كيران، راه غير رقبنا غير شويه العائلة باباك شويه، عائلة امي شويه، الناس كلشي العائله شويه شويه، خاطر جيتي راه ما غتقدكش لا قاعه لا حتى شي حاجه، تبارك الله راه حنا عائله كبيره الحمد لله، لا مع عائلة با لا مع عائلة راجل لا مع عائلة الوالده ديالي، الله يكمل على الجميع والله يخلينا ديما مجموعين. وكنشكر بزاف اللي دخلوا عندي القناه واللي اتصلوا بيا في الواتساب واللي عيط عليا ابل فيديو من المغرب وخارج المغرب، الله يحفظكم ليا وشكرا بزاف بزاف، شكرا. لوليداتنا ولوليداتكم نتمنى يا ربي الفرح القدام والنجاح للوليدات، وبغيناكم غير توانتو معنا. تقول لها عزيزه ما عياتش من هذا ما بغاتش تعيا من هذا الشيء، هذا الشيء اللي فيها. الله يحفظكم ليا الله يكبر بكم والله الله زعما فرحت بزاف. داك الفيديو تبارك الله غادي طالع الحمد لله، المشاهده كاينه، الله يكبر بكم الله يحفظكم. وكنتمنى كاع اللي مساكن واحدين في الجاليه من غير المغرب من الخليج وجاليه اوروبيه الله يجيبهم على خير يا رب. نمشي دابا للمحل نشوفو شحال ماشي المحل، ما شفت كيشطاتي نشوف حويجات الله يسهل الامور. واش غنديروا لكم غير الصبر، هادو اللي باغي يديروا العراس مساكن والناس اللي باغا كاين اللي دار الخطبه في كورونا والله الا داروا الخطبه وداروا العراس، ولكن غير بيناتهم شي حاجه خفيفه. ولكن اش نقول لكم، الواحد يدير الاحتياط يكون على بالو والله هادشي ما ساهلش، راه باقا كورونا ماشي ما كايناش، ولكن الحمد لله الحمد لله دات هادشي بخير وعلى خير الحمد لله. اللي مات فيهم من هادشي ديال كورونا الله يرحمه، واللي مسكين باقي ما نمشيو البنات نهبط النضاط الفوق هادو اش دات ونمشيو نشوفو اجواء الطريق نشوفو الدنيا كيفاش دايره ونشوفو شنو خاصني، اللي بغا يتصبن يتصبن واللي بغا يطرف يطرف، هادشي كاين يلاه معايا. البنات غنمشيو دابا انا حدا الدار وراه حلو زوين محل ديال الصابط دريت هما الحبل الله يعاون. الشارع راه عمر وقاوي حلو مزيان الحمد لله كلشي الحمد لله على سلامتنا بعدا. شحال ولا كلشي خاص من غدا المحل، انا خايفه التليفون اللي يديو ليا. الشارع عندنا زوين في كاع الحوايج اللي بغيتو كاين. البنات دابا جيت المحل في الدنيا كي دايره مقربله شوفو انتو، يلا غنقاد كلشي مرون. كلشي باقي جديد كلشي واخا هكاك حتى حاجه ما توسخات
غير ندير فيها الغبره غنحيدها. شو القربل فولارات هنا، كل فولار مع تكشيط. ايوا توحشت المحالي، بغيت انا نوريكم التكشيطه هي كتجي غزاله. التكشيطه البنات كتجي زوين مع الصيف، كتجي زوين. كلشي مرون، كلشي ان شاء الله نقدر شي نطرفو وغنطرفو ونوجدو تيدير الله التاوين. السماس وكلشي نقرب. مع هذا داكشي ديال الكورونا ما بقيناش قادين حتى شي حاجه، كلشي خليناه قايبه لينا حتى حاجه. صحيتنا هنا الله يستر الجميع. هنا الصبابط لتحت، كلشي غنقاد هادشي، كلشي مقرب. هادشي غنضفو بشويه بشويه ونقادو. ايوا هادشي لي كاين هنا، هادو فولارات كنديرهم على القدام، فولارات بحال بحال نايفيات، بحال كيجيو زوينين مع هادشي لبسها مع التكاشط. بوردو توا كيجي زوين، كاين في الكحل كاين في اللوان. ايوا نجمعو هاد الدنيا نطرفوها، نجمعو هاد لاغوبات ونجمعو هاد الشي لي شي مقرب لي. البنات هنا راه كاينه سلة ديال الصبابط، والله إلا شلا عاد غنطرفهم كاملة. هاد الحزام، حزام زوينين مجادل. جمعو هاد الدنيا ومن غير لي الله شاريها، باقا مطرفها في الباليزة. ما يالله تقدينا وداك الشي هاد المر ديال الكورونا، نطلبو الله يا ربي تحفظنا منو، نطلبو الله كاع هادشي لي داز يكون مغفرة الذنوب يا ربي. هادشي ايوا البنات، احنا دابا مركين كنقادو في المحل، والتكشيطات مساكن باكين غير كيخمو عليكم الصبر تي حيت هاد الوباء، وان شاء الله يكون خير ان شاء الله. والله الا ايوا الصبر وصافي، هادشي اللي كاين. شنو نقول لكم الحباب، تبارك الله الشارع مزهر والدنيا الناس تنفست نفسانيا، وزعما الناس غير شويه اكثر الوليدات الصغار كيقنتو، الدراري الصغار وهاد الجيل اللي طالع في المراهقه في الدراري كيبغيو يتجمعوا، يبغيو يضحكوا، يبغيو يهضروا. زعما تبارك الله الله عليهم كلهم، زعما صبروا الله يرضي عليهم كلشي بهذا الشعب. الحمد لله الله يكمل على الجميع يا ربي يا ربي امين. عاد تحت نيت كاينين شي عيالات لتحت عند ولدي، ها كيبيع الصبادريات ديال البنات ديال العيالات الحوايج. راه نتوما شفتوا المحل لتحت دايره فيه هادشي ديال الباتي تاع الولاد والصبادريات، وانا الفوق وكيقول لي واحد لا ما لقيتش نشوف كي غندير هادشي، نقدر ليكيدي كلشي. هادشي راه باقي عندي كلشي، هادشي جديد السلعه زعما زوينه غزاله. حيره ما عرفتش واش غندير، واش غندير واش ليكيدي كلشي ونخلي نديرو حوايج البنات الفوق، واش غندير ما عرفتش واش غندير. وان شاء الله يكون خير. كنخمم قال لك نخمي 100 تخميمه تخميمه، عاد كيفاش غديري؟ والله ما سخيتش بالتكاشط، ما سخيتش بالحوايج، ما سخيتش بالناس، بالكليان كتوانسي كتضحكي كتفوجي شويه، منها خدمه منها كتبدلي الجو. اما الدار صعيبه، الدار هي زعما المرأة تقولوا غير المرأة غير كتبرك في الدار غير هكاك، كاين الشقا وكاين تمارة. والله الله يحسن العون، يحسن العون البنات. المرأة زعما التمارة ديال الدار عندها، حيت جربنا في هاد 3 شهور وشي حاجة، راه حنا
ضلو غير في الشقه والله الا جري 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 كطيحي كاو والله. اما في المحل كتضلي في الخدمه وكتجي للشقه ولكن ما كتقابليش داك الشقه بزاف وداك الطياب بزاف، مع كانوا المحلات مسدودين بلاصه كاع الشندويشات بلاصه البيتزا بلاصه بزاف كلشي مسدود، ضروري ديري الشهيوة ضروري ديري لهم داكشي اللي بغاو. ايوا الحمد لله من دازت هادشي كلشي بخير الحمد لله، وما كاينش بحال ماكلة الدار والله الا تبارك الله على المرأة المغربية. اي حاجة بغيتو اي مرأة اي مرأة في العالم الله يحفظها وينجيها الله يطول لها عمرها، وحتى الرجال تبارك الله تما راه كيخدمو كيعاونونا وهادشي اللي كاين الناس كلشي يساوي الحمد لله، ولكن المراه منها شقا منها خدمه منها تبارك الله. زعما المراه اللي كتخدم وكتمشي لدارها تشقى زعما ليها البوجور والله من عندي انا تبارك الله عليها. اما راه ما تقولوش وما كاينش شقا في الدار وتقولوا لا غير باركين العيالات في الدار ما كيديروا والو والله الا الشقا اللي كاين الضو درت هكا الضو باقا ما طيبش هاد الجبولات هنا. ايوا حنا دايرين الكاميرا الفوق والتحت كله كاميرا في هذا المحل حيت عرفتي راه الله يستر وصافي. كنتي كتشوف مرا كبيرة لابسة جلابة كبيرة حوايج لا مرا لا راجل كتلقايهم شفارين كتلقايهم عمخار كتلقايهم مصابين كتلقاي بزاف ديما هادشي ديال البيع والشراء يكون بنادم على بالو يكون الكاميرا تكون قافز شوية حيت صعيب الحال والله. مطلب الله يبعد منا هادوك الخايبين والناس اللي ما كيخافوش الله الله يلاقينا ما حسن منا هادشي اللي كاين والسلام عليكم.